المواطن شوقي علام يحتاج إلى رأي المفتي مصر الدكتور شوقي علام في مسألة الالتفاف والاصطفاف والواجب الديني المطلوب من شعب خرج وعليه أن يكمل الطريق، لأن البعض يتصور أن مهمته انتهت بوضع الورقة في الصندوق وقول له اذهب فقاتل أنت ونحن هنا قاعدة. تفضل. هو سيادتك، أنا أشكرك سيادتك أنت ربطت ما بين صنف أو وصفين، وصف المواطن وصف المسؤول عن الإفتاء أو الذي تشرف للإفتاء والذي حملته أو حمله هذا التشريف المسؤولية كاملة. دي أمانة. نعم بلا شك طبعا. بالضبط. فنحن مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام ينبغي أن نوضحه أيضا في إطار الخطاب الديني. مظبوط فندم. تجديد الخطاب الديني يعني أيضا الشعور بالمسؤولية، أيوه، ولا بد أن نشعر جميعا بأننا سنسأل أمام الله سبحانه وتعالى. يمكن العجيب فينا أن احنا بننسى كثير، لكن الله سبحانه وتعالى في سورة الزلزلة يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ويقول في القرآن الكريم وقفوهم إنهم مسؤولون، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد مؤمن يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. كويس. فإذا المسؤولية وفق هذه النصوص هي مسؤولية فردية ستسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى، وكله محصور عليك ومسجل عليك، وفي قول الله سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول سبحانه وتعالى في شأن التسجيل لما يصدر عنك من أعمال في قوله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل هذا المعنى المستفاد من هذه النصوص الشرعية يدفعنا دفعا إلى أننا لا نضيع وقتا ما على المستوى الفردي وفيما أوكل إلينا. هذا المستوى الفردي متعلق بعلاقات كثيرة في المجتمع، فيتحول إلى مستوى جماعي فيما مزبوط. بعد، وهذا المستوى الجماعي ينتهي لمستوى الدولة. نعم، وهذا الذي نقصده، بأن هذه المسؤولية الفردية ستترجم إلى مسؤولية مشتركة فيما بين الناس جميعا، كل يعمل في مجاله وفيما أوكل الله سبحانه وتعالى المسؤولية فيه. فيتحقق فينا قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف عن حديث السفينة المعروف، أيوة، الذي مثل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتمع بكامله كأناس يعيشون في سفينة، بعضهم في أعلى السفينة وبعضهم في أسفل السفينة. الذين هم في أسفل السفينة كانوا إذا أرادوا شرب الماء فإنهم يصعدون إلى أعلى، فيتصورون أنهم بصعودهم إلى أعلى يسببون أذية وضررا للذين هم في الأعلى، فقالوا لو أننا خرقنا خرقا في نصيبنا فنشرب ولا يعني لا يؤذي الناس، فلو أننا أهل السفينة جميعا تركوهم وما يريدون من هذا المقترح الذي يؤدي إلى راحة بالنسبة لهم لكنه سيؤدي إلى أذية شديدة. أي ترك المسؤولية في هذه الحالة، التفريط في المسؤولية، وكأنه ترك المركب طبعا. فإن السفينة ستغرق بالجميع، فإن هم تركوهم وما يريدون هلكوا وهلكوا جميعا، وإن هم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وبالتالي